الأهلي يكتفي بثلاثية رائعة في شباك الأشقاء ويلقن الهلال السوداني درسا قاسيا لن ينساه وتأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، مبروك التأهل وحاجة جميلة جدا. مبروك للجماهير اللي راحت الملعب النهاردة وراجع فرحانة فرحانة بالتأهل. الشواهد بتقول ان كل بطولة بتحصل لنا نفس التصفيات في المجموعات بنفس الشكل ده، صحيح. احنا بنتأهل في اخر مباراة، والنادي الاهلي بيتعامل في الادوار اللي بعد كده بشكل تاني خالص. في اول استوديو انا قلت لك الحالة الرمضانية والشكل بتأثر كتير على لعيبة في البداية. انا ببقى صايم وبقى فطرت وكل، بس برضو بيبقى في حالة تأثر، فبعض لعيبة النهاردة كانت متأثرة، ولكن فرق كبير جدا كبير قوي بينك وبين اي فرقه تانية او فرقه الهلال. يعني الهلال عملوا اللي عليهم الحقيقه، راحوا وحاولوا يهدفوا بس عن طريق الاخطاء بتاعتك منين. انت الميس باس بتاعك انت، انما كنت في حالتك الطبيعيه النهارده نطلع كسبانين 7-8 من اول هاف تايم لتاني هاف تايم بسهوله. و زي ما احنا قلنا في اول الاستوديو، عندك دكه تحت بدائل بالنسبه لك انت، وطالبنا بحسين الشحات لازم ضروره انه يكون موجود، والراجل يعني نزل واثبت. انا بالنسبه لي حسين الشحات ومحمود كهربا من الناس الفوت ورك بتاعهم والكوره بتاعتهم تقدر تغير نتيجه في اي وقت. عندهم من الحرفيه، عندهم من الفرديات، وعندهم من الهدوء ازاي يتعاملوا في الفرص اللي بتبقى موجوده، وده الواضح النهارده وهو اللي اداك التفوق ده النهارده بالهدفين بتوع الشحات وهدف كهربا. الف مبروك للعيبه، لازم ان شاء الله الماتشات اللي جايه والفتره الجايه من فتره مضغوطه وضغط نفسي وعصبي على الفوز المهم ده، انما الحقيقه انا فرحان جدا وفرحان لجماهير النادي الاهلي كلها انها مروحه النهارده مبسوطه بهذا التاهل، الحمد لله رب العالمين، واللي جاي باذن الله افضل باذن الله يا رب ان شاء الله.